أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وازكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق اجمعين سيدنا المصطفى ابي القاسم محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين لا يخفى أيها الإخوة أن هنالك كما هائلا من الاحاديث المكذوبه لدى الطوائف المبتدعه على رسول الله صلى الله عليه واله وعاده ما يكون الصوت شويه ضبط الصوت شويه عاده ما تكون هذه الاحاديث المكذوبه الداعي في اختلاقها او الداعي في وضعها على رسول الله صلى الله عليه واله نصره المبدا الذي تقوم عليه تلك الطوائف المبتدعه اي انه يكون المبدا الدافع مذهبيا على سبيل المثال طائفه المخالفين احدى اهم ما يميزها من مبادئ تمضي هي عليها هو الاعتقاد بابي بكر وعمر. انهما رجلان عظيمان شريفان إمامان يقتدى بهما ويقر بخلافتهما الشرعية لرسول الله صلى الله عليه واله. لهذا اندفع مناصرو هذه الطائفه ومناصرو هذا المبدأ لاختلاق كم من, من الاحاديث تعظم هاتين الشخصيتين ولهذا نجد في مصادر اهل الخلاف كثيرا من تلك الاحاديث التي ما زالوا يعتقدون بصدقها ويظنون انها بالفعل صادرة عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله على سبيل المثال لاحظوا مثلا هذه الاحاديث في كتاب اسباب النزول للواحد في تفسير البغوي في حلية الأولياء لأبي نعيم في تفسير القرطبي نقرأ هذا الحديث عن ابن عمر قال بين النبي جالس وعنده أبو بكر الصديق على حد زعم ابن عمر أو من اختلق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا ومعه أبو بكر لعنه الله. يقول وعليه عباءة قد خلها على صدره بخلال. إذ نزل عليه جبريل عليه السلام فأقرأه من الله السلام وقال يا محمد ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها على صدره بخلال، يعني هذه علامة أن الرجل لم يعد يملك شيئا من المال يستطيع به أن يقتني عباءة تليق بشأنه، فأخذ عباءة وخللها بخلال على صدره من شده انه هذه العباءه خلقه رثه هكذا يصنع بها. فعلى حد زعم هذه الروايه انه جبريل نزل يعني متاثرا انه ابو بكر هكذا يلبس او يرتدي هكذا عباءه قد خللها بخلاله. فيسال النبي ما لي ارى ابا بكر عليه عباءه قد خللها على صدره بخلال فقال يا جبريل انفق ماله قبل الفتح علي ابو بكر امواله كلها انفقت علي قبل ان يتحقق لي فتح لانه الاموال جاءت بسبب الفتوحات قبل ان تتحقق هذه الفتوحات ما كان عندي احد ينفق علي الا ابو بكر فالمسكين من كثره ما انفق صار فقيرا. اللي هكذا يخلل عباءته. قال جبريل فاقرئه من الله سبحانه وتعالى السلام. الله يسلم على ابي بكر. وقل له يقول لك ربك: أراضٍ أنت في فقرك أم ساخط؟ أنت راضي في حالة الفقر التي قد اعترتك أم أنت ساخط؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وآله إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر هذا جبريل يقرئك من الله سبحانه السلام ويقول لك ربك: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فبكى أبو بكر وقال: على ربي أغضب؟ أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض. قال جبريل، هذه الزيادة في تفسير الطبري موجودة. قال جبريل: فان الله يقول لك قد رضيت عنك كما انت عني راض ما دمت انت يا ابا بكر راضي عني انا هم ارضى عنك. فبكى ابو بكر ابو بكر هم لما سمع ان الله رضي عنه بكى ما تحمل فقال جبريل عليه السلام: والذي بعثك يا محمد بالحق لقد تخللت حمله العرش بالعبي منذ تخلل صاحبك هذا بالعباءه. كل حمله العرش ارتدوا العباءات على نحو ما يرتديه ابو بكر. هذا حديث وفيه ما فيه يعني. حديث اخر اخرجه الترمذي في سننه وابن ماجه في سننه واحمد بن حنبل في مسنده والعجيب انهم اسندوا هذا الحديث الى امير المؤمنين صلوات الله عليه. شوف يقول عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله قال ابو بكر وعمر سيداكه أهل الجنه. من الأولين والآخرين ما خل النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي لا تخبرهما اكتم اكتم هذه الفضيلة عنهما هذان سيداكه لأهل الجنة إلا الأنبياء والمرسلين زين حديث ثالث اخرجه ابن حنبل في كتابه فضائل الصحابه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله عمر بن الخطاب سراج اهل الجنه ترى اذا ماك عمر الجنه مظلمه ما بها سراج ما فيها نور طبعا تلاحظ شوف هذه الأحاديث هي عملية تقليد للأحاديث الصحيحة التي هي في فضائل أهل البيت عليهم السلام يعني إن الحسين مصباح الهدى راح طلعوا لك عمر سراج أهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة طلعوا لك أبو بكر عمر شنو سيدا كهول أهل الجنة هذا حديث أم عجيب هنا حديث الرابع هذا هاي بس مجرد نماذج هكذا يعني سريعة في مسند أحمد بسنده عن عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو كان من بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب إذا أكن نبي ترى من بعدي فهو عمر بن الخطاب. هذا الحديث عارضوا به حديث ماذا؟ يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فقالوا إذا أنتم الشيعة تستدلون بأنه علي عليه السلام بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة فهو الرسول يقول يقول لو كان نبي من بعدي ترى يكون عمر بن الخطاب نبي. وعندهم أحاديث كثيرة أخرى سخيفة تافهة من قبيل أنه النبي أصلا يشك يقول ما أبطأ عني الوحي إلا وظننت أنه نزل على آل الخطاب ما أبطأ عني جبرائيل إلا وظننت أنه نزل على عمر أخاف النبوة تنتقل مني إلى عمر بن الخطاب هذه سمة طبيعية للطوائف المبتدعه انها تبتدع احاديث او تختلق احاديث، هذا هم الصوت ضبطوا الصوت يا شباب، ضبطوا الصوت كثير صدى اكو. هذه الاحاديث المختلقه سمه طبيعيه للطوائف المنحرفه والمبتدعه انك تجد مجموعه من الاحاديث التي يخترقونها نصرة لاعتقاداتهم ولمبادئهم ولما يهوونه كيف نستطيع ان نبطل هذه الاحاديث ابطال هذه الاحاديث ايها الاخوه انما يكون بعرضها على القران الحكيم تاره او عرضها على السنه المستفيضه القطعيه تاره اخرى أو عرضها على العقل والقواعد العقلية الصحيحة التي توافق القواعد الشرعية تارة ثالثة. على سبيل المثال، لنتعلم من أئمتنا صلوات الله عليهم. إمامنا الجواد صلوات الله عليه وأرواحنا فداه، الذي مرت ذكرى استشهاده قبل يومين. امامنا الجواد عليه السلام مع ما كان في عصره من ظروف خانقه تعلمون ان امامنا الجواد واقعا كان خاضعا يعني تحت مؤامره على شخصه اولا من قبل المامون العباسي لعنه الله ثم بعد ذلك من قبل المعتصم العباسي لعنه الله والمعتصم هو الذي قتل الإمام. المعتصم أوعز لأم الفضل بنت المأمون التي هي زوجة الإمام أبي جعفر الجواد عليه السلام، أوعز لها أن تسم الإمام، وسمته وقتلت نتيجةً. ودعا عليها الإمام عليه الصلاة والسلام. وكان هدف السلطة العباسية هو هذا التخلص من الامام عليه السلام بطريقه من الطرق بحيلة من الحيل كما تخلصت من ابيه الامام الرضا عليه الصلاه والسلام بتلك الحيله المعروفه. الامام الجواد عليه السلام كان كثيرا ما يستدعيه المامون. كان يقربه ويدنيه ولهذا زوجه ايضا بنته ام الفضل. وكان يريد في كثير من الاحيان احراج الامام لان الامام كان عمره حين تولى الامامه حين تولى الخلافه الشرعيه كان عمره صغيرا تولاها وهو ابن ثمان سنين في الواقع ففي هذه الفتره كان يستدعي المامون الامام الجواد عليه السلام كثيرا ويجمع له الفقهاء والقضاة. احد هؤلاء كان شخصا لعينا خبيثا اسمه يحيى بن اكثم. هذا كان فقيها من فقهاء العامة وقضاتهم. وكان يعني ذو سجل اخلاقي سيء ايضا. كان غرض المأمون أن يحرج الإمام ويبين أنه يعني هكذا كانت رسالته أنه أنتم الرافضة كيف تعتقدون بإمام بهذا العمر ولا يفقه شيئا؟ هذا كان هدفه في الواقع من آه هذه الأعمال وهذه الأفعال فالذي حصل أنه في مجلس من المجالس عقد المأمون مجلسه واحضر يحيى بن اكثم وايضا الامام الجواد صلوات الله عليه وطرح يحيى بن اكثم هذه الاحاديث هذه الاحاديث المكذوبه في فضل ابي بكر وعمر فالامام عليه السلام فندها في مجلس المامون مع الظروف الصعبة التي كان يعيشها، مع انه في مجلس طاغية من الطغاة. لكنه فند هذه الاحاديث وبين بطلانها وزيفها بهذا الاسلوب بالاسلوب العلمي باسلوب ارجاع هذه الاحاديث الى القرآن لنرى انها توافقه ام لا. باسلوب ارجاع هذه الاحاديث الى القواعد العقليه والشرعيه لنرى انها تصدقها ام لا لا يخفى ان الامام عليه السلام كان في زمان التقيه يعني هو اساسا في مجلس طاغيه زمانه المامون العباسي فكان يضطر لبدء الكلام كان يضطر لان يستخدم التوريه فلما كان يسأل كان يقول انا لا انكر فضل ابي بكر. انا لا انكر فضل عمر. وثم يبدأ بتفنيد هذه الاحاديث. معنى قوله انا لا انكر فضله هذا من التورية لمكان التقية، لأجل التقية. يعني لا انكر فضل ابي بكر عندكم مثلا. أو لا أنكر أن أبا بكر وعمر لهما فضل إذا أرجعنا كلمة الفضل إلى جذرها اللغوي أو إلى أصلها اللغوي فالفضل هو ما فضل فلهما فضل فهما لهما فضل وإن في جهنم هكذا يكون المعنى على أي حال ليس شاهدنا هو ما جاء في بدايه كلام الامام عليه السلام، وانما كيف رد الامام عليه السلام هذه الاحاديث وكيف كان منطقه حتى نتعلم نحن كيف نحج المخالف كذلك في مثل هذه الموارد ونرد هذه الاحاديث المختلقه والمكذوبه. راجعوا كتاب الاحتجاج. لأبي علي الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في الجزء الثاني الصفحة أربعمائة وسبع وسبعين تجدون هذه الرواية أن المأمون بعدما زوج ابنته أم الفضل أبا جعفر عليه السلام يعني الإمام الجواد صلوات الله عليه كان في مجلس وعنده ابو جعفر عليه السلام ويحيى بن اكثم وجماعه كثيره، هذا يحيى بن اكثم كان زعيما من زعماء اهل الخلاف انذاك. فقال له يحيى بن اكثم: ما تقول يا ابن رسول الله في الخبر الذي روي انه نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه واله وقال يا محمد ان الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك: سل ابا بكر هل هو عني راض فاني عنه راض، ماذا تقول في هذا الحديث؟ فقال ابو جعفر عليه السلام: لست بمنكر فضل ابي بكر هذا كان بدايه الكلام لمكان التقية ثم انظر كيف الامام عليه السلام يهاجم هذه الاحاديث وينسفها نسفه يقول ولكن يجب على صاحب هذا الخبر ان ياخذ مثال الخبر يعني يجعل هذا الخبر الاتي الان الذي ساذكره هذا يجعله مثلا يجعله مقياسا ان ياخذ مثال الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه واله في حجه الوداع قد كثرت علي الكذابه وستكثر بعدي رسول الله هكذا قال الكذابين سيكثرون كثروا علي في حياته طبعا هذا خبر مستفيض عن النبي صلى الله عليه واله حتى اهل الخلاف يروونه ايضا انه النبي في حياته اشتكى من كثره الكذابين عليه فكيف بعد استشهاده صلى الله عليه واله قال قد كثرت علي الكذابه وستكثر بعدي فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله وسنتي. فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به. وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه واله الذي رواه إمامنا الجواد عليه السلام أيضا. ثم يعلق الإمام الجواد يقول وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله هذا خبر أنه الله يقرأ السلام للنبي صلى الله عليه وآله ويقول له سل أبا بكر هل هو عني راضين يقول هذا لا يوافق كتاب الله هذا الخبر كيف شوف استدلال الإمام عليه السلام يقول قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالله عز وجل خفي عليه رضاء أبي بكر من سخطه حتى حتى سأل عن مكنون سره هذا مستحيل في العقول يقول الله الذي هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد يعني يعلم كل ما هو فيك أراض أنت أصاخط أنت الله عالم بذلك أيحتاج لأن يسأل سل أبا بكر عني هل هو عني راض أم لا؟ الله يسأل وكأنه لا يعلم أنه أبو بكر راض أم غير راض راض أم ساخط؟ إذا قلت لا يعلم كفرت إذا قلت يعلم إذن لا يكون لسؤاله معنى يكون لغوا والله تبارك وتعالى منزه عن اللغو لانه حكيم فهذا خبر مستحيل في العقول هكذا رد الامام الجواد عليه السلام الخبر الاول يحيى بن اكثم ما سكت استمر بذكر الاحاديث المكذوبه ثم قال يحيى بن اكثم وقد روي ان مثل ابي بكر وعمر في الارض كمثل جبرائيل وميكائيل في السماء هذا هم عندهم حديث يروونه والحمد لله يقولون بضعفه لا يقولون بانه حديث صحيح مضمون هذا انه النبي يقول مثل ابي بكر وعمر كمثل جبرائيل وميكائيل اشلون يقول مثل ابي بكر كمثل ميكائيل في الرحمه ومثل عمر كمثل جبرائيل في الشده والبأس والقوه، شلون جبرائيل جاء وزلزل آآ على آآ قوم ثمود قوم عاد، شلون هكذا صنع بهم يقول عمر هم هكذا من شدته يعني في دين الله كجبرائيل أما أبو بكر عطوف حنون فهو كميكائيل يعني ملك الرحمة هكذا فقال عليه السلام وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه لأن جبرائيل وميكائيل ملكان لله مقربان لم يعصي الله قط ملكان لم يعصي الله عز وجل قط ولم يفارقا طاعته لحظه واحده وهما يعني ابو بكر وعمر قد اشركا بالله عز وجل وان اسلما بعد الشرك يعني حتى اذا قلتم انهما ماذا اسلما بعد الشرك فَكَانَ أَكْثَرُ أَيَّامِهِمَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ إذا تأخذ الآن عمر أبي بكر عمر عم عمر عمر قيس شوف نسبة وتناسب أكثر أيام عمرهما كان في الشرك أم كان في الإسلام يعني أكثر أيام عمرهما كان مشركين أم كان مؤمنين أكثر أيام عمرهما كان مشركين لأنهما عاشا قرابة خمسة وستين سنة هذه الحدود فترة الإسلام ما دامت أكثر من عشر سنوات في المدينة ثلاثة عشر سنة في مكة يعني المجموع كله ثلاثة وعشرين سنة نقص ثلاثة وعشرين سنة قول خمسة وعشرين سنة إللي يكون من خمسة وستين سنة يعني على الأقل أربعين سنة كان في الشرك فهو أكثر كان في الشرك مشركان طول عمرهم مشركان يسجدان للأصنام عاكفان على الأصنام حتى عمر عنده رواية مضحكة أهل الخلاف أيضا يذكرونها أنه عمر يقول يقول أنا كان عندي صنم من تمر تمر مسوي مسوي لي صنم فلما أجوع أروح آكله آكل إلهي هكذا يقول: فكان اكثر ايامهما الشرك بالله فمحال ان يشبههما بهما، محال ان رسول الله صلى الله عليه واله يشبه ابا بكر وعمر اللذين كان اكثر عمرهما في الشرك والعصيان بملكين عظيمين لم يفارقا طاعة الله عز وجل قط. كجبرائيل وميكائيل عليهما السلام. قال يحيى يعني يحيى بن اكثم روي ايضا انهما سيدا كهول اهل الجنه فما تقول فيه؟ هذا حديث يقول اهل الخلاف عنه انه صحيح. فقال عليه السلام وهذا الخبر محال ايضا. لان اهل الجنه كلهم يكونون شبابا ولا يكون فيهم كهل اهل الجنه شباب ام كهول كلهم شباب حتى الشياب لما يدخلون الى الجنه يصيرون شنو شباب يقول وهذا الخبر وضعه بنو اميه لمضادة الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسن, في الحسن والحسين عليهما السلام بأنهما سيدا شباب أهل الجنة الإمام الجواد عليه السلام يقول هذا خبر وضعه مان بنو أمية بس شوف في مصادر أهل الخلاف الخبر مروي عن مان عن علي بن أبي طالب كما نقلت لكم في بداية البحث يعني كانوا يكذبون انت دير بالك هذا الكلام طبعا مو موجه لك انت الموالي الكلام موجه للمخالف انت دير بالك لا تشوف اي روايه عندك بمصادرك عن علي بن ابي طالب عن الحسن عن الحسين وتجد هذه الروايات تمجد بامثال ابي بكر وعمر وعائشه تروح تسلم بها اعرف ان هنا يدا خبيثه تدخلت وكذبت على ائمه اهل البيت كما كذبت على سيدهم رسول الله صلى الله عليه واله الذي قال ستكثر علي الكذاب من بعدي كثيره هي الاحاديث التي تعزى الى علي عليه السلام وائمه اهل البيت عليهم السلام في تعظيم امثال ابي بكر وعمر وعثمان وعائشه ومن اشبه عندهم حديث سخيف يروونه أنه أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما أؤتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري يعني أجلده ثمانين جلدة اللي يقول أنت يا علي أفضل من أبي بكر وعمر بالله عليك هذا كلام أحد يصدقه أن علي عليه السلام يقول هكذا مع ما صح عنه من انه كان يرى نفسه اعظم من ابي بكر وعمر واحق منهما حتى عندهم، يعني عندهم هم يقولون. لما تسال الان اي شخص من المخالفين يعني اقصد ممن قرأ ودرس عندهم، لماذا علي بن ابي طالب امتنع عن مبايعه ابي بكر ولو سته اشهر كما انتم تزعمون؟ فيجيبك بأنه روي من طرقنا لأنه كان يرى نفسه أفضل منهما وأحق منهما قالوا له تعالى بايعنا قال لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي يعني كان معروف عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه يرى نفسه هو اعلم من الاخرين افضل من الاخرين، فعلي يقول اذا واحد يفضلني على ابي بكر وعمر اجلده هذا اي حكم في الشريعه الاسلاميه؟ وعلى اي اساس؟ وهل هذا افتراء اساسا؟ وامثال هذه الاحاديث والترهات كثير. قال يحيى بن اكثم روي ان عمر بن الخطاب سراج اهل الجنه هذا الحديث الذي نقلته لكم. فقال عليه السلام وهذا ايضا محال لان في الجنه ملائكه الله المقربين وادم ومحمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجميع الانبياء والمرسلين الجنه فيها كل هؤلاء انبياء الله رسول الله ملائكة الله وكلهم أنوار لا تضيء الجنة بأنوارهم حتى تضيء بنور عمر هكذا يرد الإمام الجواد عليه السلام على يحيى بن أكثر أنت أين عقلك يا من تقول عمر سراج أهل الجنة يعني عمر الذي كان مشركاً الذي كان يعبد يعبد الاصنام الذي كان يئد البنات يئد بناته عمر الذي ولد من سفاح عمر الذي هو اصلا شو تقول فيه؟ شنو تقول؟ هذا يصير سراج اهل الجنه وانبياء الله يعني الجنه تضيء بنور عمر والجنه لا تضيء بانوار الملائكه العظام، الملائكه الكروبيين، رسل الله عز وجل، انبياء الله بمن فيهم رسول الله وخاتمهم صلى الله عليه واله. شنو هذا المنطق؟ يعني فليعرف المخالف اي جهاله هو واقع فيها اذ يصدق بامثال هذه الاحاديث. قال يحيى روي أن السكينة تنطق على لسان عمر فقال عليه السلام لست بمنكر فضل عمر على نحو التقية كما ذكرنا ولكن أبا بكر أفضل من عمر ما الشكل؟ الآن حسب ما أنتم تعتقدون أن أبا بكر أفضل من عمر فقال على رأس المنبر قال أبو بكر على رأس المنبر: إن لي شيطانا يعتريني فإذا ملت فسددوني. انت تقول السكينة تنطق على لسان عمر، ما شكل؟ زين أبو بكر أفضل من عمر وأبو بكر يعترف أنه شيطان يركبه. يقول ان لي على المنبر قال قال ان لي شيطانا يعتريني شلون اذا اذا معنى ذلك انه السكينه ما كان ينطق ما كانت تنطق على لسان ابي بكر فمن باب اولى لا تنطق السكينه على لسان عمر لان ابا بكر في عقيدتكم افضل من عمر شوف طريقه الاستدلال المهم هو تعلم هذه الطرائق في الاستدلال قال يحيى قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لو لم أبعث لبعث عمر. هذا الحديث الذي نقلته لكم، لو كان نبي بعدي لكان عمر، لو لم أبعث لبعث عمر، كلاهما بمعنى واحد. فقال عليه السلام: كتاب الله أصدق من هذا الحديث. كتاب الله أصدق من هذا الحديث. يقول الله في كتابه: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمْ ميثاق للنبوة فكيف يمكن أن يبدل ميثاقه؟ الله كيف يمكن أن يبدل ميثاقه؟ وكل الأنبياء عليهم السلام، لم يشركوا بالله طرفة عين فكيف يبعث بالنبوة من اشرك وكان اكثر ايامه مع الشرك بالله وقال رسول الله صلى الله عليه واله نبئت وآدم بين الروح والجسد النبوة ميثاق بين الله عز وجل وبين انبيائه وهذا الميثاق لم يكن في دار الدنيا هذا الميثاق كان في العوالم السابقه في عالم الانوار في عالم الذر في عالم الاظله هناك الله عز وجل اخذ من النبيين الميثاق فجعلهم انبياء في دار الدنيا فإذا كان الأمر هكذا كيف يبدل الله عز وجل ميثاقه ليجعل من الأنبياء عمر؟ لأنه مفهوم كلام النبي صلى الله عليه واله المنسوب إليه المكذوب عليه أنه لو لم أبعث فيكم لبعث عمر أنه عمر مؤهل لمقام النبوة أنه عمر مستحق لهذا المقام بس خو يعني انا افضل من عمر فالله اختارني انا يعني وخلاص بعد. والا عمر يعني تليق تليق به النبوه يعني. عمر خوش واحد ويقدر يصير خوش نبي. هذا ميثاق والميثاق ماخوذ من نبي النبي، اذا حصرا هؤلاء من هم مؤهلون للنبوه. من ادم الى النبي الخاتم، صلوات الله عليهم اجمعين. لا يخرج منهم خارج لا يدخل فيهم داخل فإذا عمر خارج عن هذه الدائره اذا عمر ليس مؤهلا للنبوه فإذا كيف يقول النبي صلى الله عليه واله انه لو لم ابعث فيكم لبعث عمر ثم انبياء الله جميعا ما اشركوا بالله طرفه عين كانوا على التوحيد طوال اعمارهم عمر ما كان هكذا باتفاق المؤالف والمخالف باتفاق محب عمر وعدو عمر كلاهما متفقان على أنه عمر كان مشركا بل كان من أعداء أعداء نبي الإسلام أعداء أعداء المسلمين تاريخ معروف هم يروون يقولون أنه لما أخت عمر أسلمت جاء عمر وضربها ضربا مبرحا حتى ادماها هم يذكرون في رواياتهم في تواريخه اساسا هنالك روايات نقلتها قبل سنوات من مصادرهم انه هم يقولون يعني بعض المسلمين في ذلك الزمان انه ما كان علينا احد اشد نحن المسلمين في مكه من عمر بن الخطاب كان الد اعداء المسلمين الد اعداء المسلمين شخص هكذا يكون يعني هذه صفته هذا يكون مؤهل للنبوه يعني حتى النبي يقول لو لم ابعث فيكم لبعث عمر كيف يصح هذا؟ قال يحيى بن اكثم وقد روي أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله قال ما احتبس عني الوحي قط إلا ظننته قد نزل على آل الخطاب أنا كل ما يتأخر جبرائيل عني أخاف جبرائيل رايح إلى بيت آل الخطاب فيصير عمر هو النبي أو ما أدري منه بعد يصير عبد الله ابن عمر نبي مثلاً تصير حفصة مثلا بنت, بنت عمر تصير نبية الله العالم كل شيء عند طائفة أهل البدعة يصير ماكو شيء عجب هذا بالله عليك أحد يصدق به هذا عندهم روايات أضرب من هذه أنه أحيانا هم يرون مثل البخاري وغيره أنه النبي صلى الله عليه وآله لما كان يفتر عنه الوحي أو يفتر عليه الوحي تعرف يعني شنو يفتر عليه الوحي يعني الوحي يتاخر عنه، يعني ما يشوف جبريل، كم يوم جبريل ما يشوفه. فالنبي يتنرفز ويتالم ويبدأ يشك يقول ليكن الله عز وجل سلب مني النبوة. يقول انا يعني مو معقول الله بعد ما يرسل لي جبريل. اخاف انه الله بطل بعد ما يريدني نبي. فيتاثر ويتنرفز وتصيبه كآبة حالة نفسية اللي يروح يصعد الجبل ثلاث مرات يريد ينتحر 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 يصعد الجبل حتى يرمي بنفسه من شاهقين وخلص يريد خلص بعد يقفز يقفز من الجبل وإذا في آخر لحظة يأتيه جبرائيل يقول له مكانك يوقف لا لا اصبر ترى أنت نبي إلى الآن هذا أول مرة يرجع ينزل من الجبل هذا في مكة على أساس ينزل من الجبل هم يشوف كم يوم لا إله إلا الله ما إجاء أيضا جبرائيل فيبدأ هم مرة أخرى يشك ويبدأ يوسوس وتصيبه حالة نفسية وكآبة ومرة أخرى يصعد الجبل خلاص أنا لازم أنتحر خلاص الله ما يريدني نبي وبآخر لحظة هم يأتيه جبرائيل يقول له أوقف 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 لا تنتحر أنت ما زلت نبيا مر ينزل المرة الثالثة هم نفس الشيء المرة الرابعة بعد خلص جبرائيل يجي يضرب النبي يأتي هكذا يأتيه ويشق قلبه يقول أنه جاب شق قلبه طلع قلبه حتى ينقي غسل قلبه لأنه كان النبي والعياذ بالله قلبه ملوث فغسل قلبه هكذا بعدين أرجع فمن ذلك الوقت طاب بعد صار يعني ما يشك بعد ولا يوسوس ولا تصيبه وسوسة هذا موجود في صحيح البخاري ها هذا في صحيح البخاري يا قوم بالله عليكم هذا الا يشكل اعظم اساءة الى نبي الله صلى الله عليه واله؟ شنو هو النبي مضطرب نفسيا؟ مختل عقليا اللي يريد يروح ينتحر؟ ومن الذي يقدم على الانتحار؟ غير المضطرب نفسيا او المختل عقليا او المجنون؟ انتم حينما تصححون هذه الروايات وتدرجونها في صحاحكم، انتم تفتحون الباب واسعا لكل حاقد على رسول الله صلى الله عليه واله، لكل حاقد على الاسلام ان يهاجم نبي الاسلام ويهاجم ويهاجم هذه الديانه العظيمه، يقول انتم نبيكم كان مختل عقليا هكذا، انتم نبيكم كان هكذا مضطرب نفسيا، كان مريض نفسي لازم يروح يشوف له واحد يعالجه. تريدوننا ان نصدق انه نبي؟ انا اريد ان افهم لما الاصرار على هذه الاحاديث يعني ليش مصرين ليش هذا العناد على انه هذا حديث صحيح وخلص لابد ان نقبل به ليش هذا الاصرار يعني ليش العناد سبب واحد هذا الحديث مروي عمن عن, عن عائشه عائشه تقول النبي كان يريد ان ينتحر ثلاث مرات فما عنده جرأة أنه يتمرد على عائشة يقول عائشة كانت تكذب على رسول الله عند استعداد أنه يدوس على سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله على كرامة رسول الله ولكن لا يدوس على سمعة وكرامة عائشة يعني عند استعداد أن يعتقد ويقول بلا حياء أن رسول الله كان يريد أن ينتحر عند استعداد أن يقول رسول الله كان مختلا عقليا ولكن ما عند استعداد أن يقول عائشة كانت مختلة عقليا عائشة كانت تكذب على رسول الله لا مو مشكلة خلي نهين النبي صلى الله عليه وآله ولكن لا نهين عائشة إهانة النبي عندهم مو مشكلة ولكن إهانة أبي بكر وعمر مشكلة وألف مشكلة هذه ديانة ابي بكر وعمر وعائشه وليست ديانة رسول الله صلى الله عليه واله المسلمون الحقيقيون لا يعرفون نبيا كان يريد ان ينتحر احنا ما نعرف هكذا نبي اصلا هذا ليس نبينا وليست هذه صفاته حاشاه بابي هو وامي ان تكون هكذا صفاته ضج عالمية سووا قبل سنوات على أنه رسام كاريكاتير رسم النبي برسومات غير لائقة مو هالشكل والأحرى أن يضج على البخاري على مسلم على عائشة الملعونة الكذابة الخبيثة هذه التي شوهت سمعة النبي صلى الله عليه وآله هو من اللي فسح المجال لهؤلاء أنه يرسمون كاريكاتير ويهينون النبي غير عائشة وأمثال عائشة غير البخاري وأمثال البخاري سبحان الله ما احتبس عني الوحي قط الا ظننته قد نزل على ال الخطاب اصلا لو المخالفين يفكون يقولون عمر هو النبي يخلصونا يا اخي من البدايه قول يا عمي عمر هو النبي فكنا خصوصا اننا نلاحظ بالفعل يعني عمليا نبيهم عمر عمليا نبيتهم عائشة عمليا يعني إذا كان هنالك خبران النبي مثلا كان يفعل هذا الفعل وأبو ومثلا عمر يفعل نقيضه يأخذون بكلام عمر النبي كان يفعل هذا الفعل وعائشة تفعل نقيضه يأخذون بكلام عائشة عادتهم هكذا صلاة التراويح مو الشكل التي يصلونها بدعة هذه الصلاة صح عندهم أن رسول الله نهى عنها أن رسول الله ما سمح لأصحابه أن يجمعوا في نوافل شهر رمضان ما قبل بعد ذلك جاء أبو بكر الوضع على ما هو عليه ما كانوا في شهر رمضان يجمعون جاء عمر ارتأى أن يجمعهم جمعهم على إمام واحد صحاحهم تقول فقالوا له إنها بدعة قال نعم البدعة نعمة البدعة نعمة البدعة هذه إلى اليوم الآن يأخذون بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وبقول بقول عمر إلى الآن نشوف يصلي صلاة البدعة صلاة التراويح إلى اليوم يعني عنادا لرسول صلى الله عليه واله اذا نبيكم عمر مو نبيكم رسول الله رسول الله صلى الله عليه واله ما كان يمضي الطلاق الا بشاهدين بشروطه بشروط الطلاق التي تقع وان يكون في ان تكون المراه في طهر لم يواقعها الزوج فيه وما كان يمضي طلاق الثلاث هذا طالق 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 هذا الطلاق البدعي ما كان يمضي أو الطلاق الذي يكون في في غير طهر يعني المرأة في غير طهر أو في طهر واقعها فيه الزوج هذا طلاق بدعي أصلا لا أثر له في الشريعة وهم الحمد لله إلى اليوم يعترفون يسمونه الطلاق البدعي يعني بالمحاكم عندهم هو أساسا يقول لك طلقت مرتك سني لو بدعي هكذا السني يعني شنو يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطلاق البدعي يعني البدعي أي ليش تمشي البدعي إلى الآن ليش تمضي وتجيز الطلاق البدعي وتقول أهل السنة تقول أهل البدعة ليش يمضي الطلاق البدعي لأنه صح عندهم عن عمر بن الخطاب أنه أمضى الطلاق البدعي قالوا لا ما يصير نخالف عمر فإذا نبيكم الحقيقي والفعلي هو عمر بن الخطاب قولوا نحن عمريون فكونا انتم عاله عاله على الاسلام انتم انتم عار على الاسلام انتم تدرجون انفسكم في عداد المسلمين وهكذا تكذبون على رسول الله صلى الله عليه واله، هكذا تستنقصون من رسول الله صلى الله عليه واله. ما احتبس عني الوحي قط الا ظننته قد نزل على آل الخطاب. فقال عليه السلام: وهذا محال ايضا لانه لا يجوز ان يشك النبي صلى الله عليه واله في نبوته، ما يجوز ان يشك في نبوته حتى ينطق بمثل هذا الكلام او يروح ينتحر. النبي لا يشك في نبوته. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فكيف يمكن أن تنتقل النبوة ممن اصطفاه الله تعالى إلى من أشرك به كيف يمكن أن تنتقل النبوة من النبي الخاتم صلى الله عليه وآله إلى هذا الرجل الذي كان مشركا على أقل تقدير دع عنك نفاقه دع عنك الايات الكريمات التي نزلت في ذمه مما رواه الفريقان اقلا كان رجلا مشركا فاذا ليس مؤهلا للنبوه هكذا فند الامام الجواد صلوات الله عليه هذه الاحاديث المكذوبه تبقت فقره اخيره من هذا الحديث قال يحيى روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر إذا عذاب ينزل ترى الكل يصيبه عذاب يعني حتى أبو بكر حتى عائشة بس بس عمر ينجو بس عمر ينجو فقال عليه السلام وهذا محال أيضا لأن الله تعالى يقول: "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" فأخبر سبحانه أنه لا يعذب أحدا ما دام فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وما داموا يستغفرون، إذا هكذا كلمة لا تخرج من النبي صلى الله عليه واله محال. نحن بحاجة الى ان نتعلم من ائمتنا كيف نواجه اهل البدعة. وكيف نفند الاحاديث المختلقه والموضوعه التي يروونها كذبا وزورا على رسول الله صلى الله عليه واله وكيف نقنع المخدوعين. والمغفلين من أهل البدعة كيف نقنعهم بأن هذا الذي يروونه ويستندون إليه ما هو إلا زيف في زيف وهراء في هراء هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين